السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهم شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد الهم شنال. لا غوسيت ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا لعلاج تجاعيد تبيض البشره، وان شاء الله غتبان البشره الوجه ديالك في سن الشباب، في سن 20 في سن 18 كنا تنعرفوا هذا السن هذا كتكون بشرتنا زوينه ما كيكونوش فيها مشاكل او عيوب كبيره او كثيره. فان شاء الله وصفه اليوم غتكون بخصوص هذا الموضوع هذا وبخصوص هذا الامر هذا، غتوحدي لون البشره الوجه ديالك، غادي تبيضيها، غادي تزولي منها البقع وغتعالجي التجاعيد وتعالجي الهالات السوداء كذلك بمكونين رئيسيين اللي هما النشا ومعجون الأسنان كمكونين رئيسيين، وانا دخلت معهم جوج المكونات واحد اخرين باش هكذا تكون الوصفه فعاله اكثر واكبر، وباش ما كانوا المكونات يعني زياده كيكون اكيد كتكون نتيجه اقوى واحسن وافضل. فنتمنى تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم هاد لاغوسيت هذه اللي غادي نقدمها لكم اليوم. صراحه زوينه بسيطه رخيصه، واهم حاجه انها في المتناول ديال جميع السيدات. فبسم الله على بركه الله. قبل ما تعرفوا بعدا على المكونات بغي نرحب بكم نتوما حبيباتي والعزازات على قلبي، مرحبا بكم في هذه القناه اللي كنت اول مره كتزورونا. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش هكذا نبقى نزل لي فيديو، وتشاهدوهم وتفعلوا زر الجرس باش يجيكم اشعار بانني نزلت فيديو. ودائما الحمد لله كنجيب لي فيديو في القناه، ودائما كل جديد كل نهار غادي تلقاو لي فيديو في القناه. وايضا ما تنساوش واحد لايك تشجيعا ليا ودعما ليا حبيبي باتي، وتبارطاجيو الفيديو ولا تشاركوه مع الصديقات والحبيبات ديالكم الى عجبكم الفيديو. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال تحضير الوصفه والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال كذلك. فاول مكون كما قلت لكم غنحتاجوا ليه هو معجون الاسنان. اي نوعيه وفرات يعني سواء النعناع المسواك بزاف ديال النكهات القرنفل، فاي نكهه عندكم استخدموها بشرط انه معجون الاسنان ما يكونش كيسبب حساسيه لبشره الوجه ديالكم. الا كان عندكم حساسيه من معجون الاسنان من نوعيه معينه نحاولوا ما نستخدموش ديك النوعيه، ونستخدموا نوعيه اللي كتصلاح الاسنان الحساسين باش هكذا ما تسببش لكم حتى شي مشكل. غادي نحتاج كما سبق لي وذكرت النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، وغادي نحتاج الحليب المجفف او الحليب نيدو غبره، وغنحتاج معلقه ديال اليوغورت او الزبادي، ممكن تعويض اليوغورت بواحد القطعه ديال الجبن. هادو هما المكونات، حاولت نبسطهم الواحد القدر كما تنقولوا كبير بزاف باش هكذا تستخدموا هاد لاغوسيت في القريب العاجل وتستخدموها بكل اريحيه، يعني ما فيهاش مكونات بزاف، ساهلين مهلين. جوج المكونات الرئيسيه وجوج المكونات الثانويه هما اربعه ديال المكونات. ندوزو معكم لطريقه تحضير الوصفه باش ما نطولش عليكم اكثر. فبسم الله غادي ناخذ هنايا معلقه ديال النشا، مع معلقة ديال الحليب المجفف، نخلطوا هاد النواشف مع بعضهم البعض، من بعد غادي نضيف ديك الملعقه ديال اليوغورت او الزبادي، ومن بعد غادي نضيف معجون الأسنان.
مقدار ملعقة كما كتلاحظوا ديال معجون الأسنان، وكنخلطوا الكل. الوصفة كيصبح قوامها كريمي رائع، لاحظوا معايا القوام كيفاش عامل ديال الوصفة. قم بعد الوصفة كتصبح بهذا الشكل، هذا كتبرد لكم حتى البشرة الوجه ديالكم. مثلا إذا دوزتوا نهار متعب وكانت الحرارة وهكذا، يعني صبحت البشرة الوجه ديالكم حساسة أو فيها احمرار أو فيها تهيج، كتطبقوا عليها هذه الوصفة وكتحسوا بالراحة وبالانتعاش. وصفة رائعة بالقوام الكريمي المذهل، هانتوما كتعطي واحد اللمعه وواحد الاشراقه للبشره. يعني نتمنى تجربوها في القريب العاجل، ونتمنى تبارطاجيوها ولا تشاركوها مع الناس العزيزين عليكم باش تعم لهم حتى هما الفائده ان شاء الله. وهذه هي الوصفة بعد ما كنطبقوها على البشرة ديال الوجه ديالنا، كنخليوها حتى كتجف واحد 15 دقيقة بالكثير ولا 10 ديال الدقائق. بعد ما كتنشف كنغسلوا البشرة الوجه ديالنا عادي بالماء والصابون او الغسول اللي دائما كيكون مخصص على حسب نوعية البشرة الوجه ديالنا، وكندوزوا للترطيب بزيوت وبكريمات باي حاجة كترطب بشرة الوجه ديالنا حتى هي على حسب نوعية البشرة الوجه ديالنا. والوصفة مذهلة ورائعة، ومنذ أول استخدام غتلقاو تجربة فنة كما تنقولوا، ما بقيتوش غتستغنيو عليها، غتولي من الوصفات المفضلة عندكم. وصفة معجون الأسنان والنشا ما أحلاها وما أروعها، لأنها كتعطي واحد اللمعان واحد الإشراقة، كتزول التجاعيد، كتخلي البشرة يعني في واحد السن في سن الشباب، كتعطي كتشد البشره، كتعطي اللمعان، يعني كتوحد لون البشره، يعني رائعه بكل المقاييس. فنتمنى تجربوها وترجعوا للفيديو، وايضا كتعالج حتى الهالات السوداء تحت العين. فنتمنى تجربوها في القريب العاجل، ترجعوا نفس الفيديو في التعليق تقول لنا كيفاش جاتكم الوصفه بعد ما جربتوها، وانا اكيد في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. ما تنسوناش باللايك كبيره لينا، وايضا الاشتراك في القناه وتفعيلكم زر الجرس والاشتراك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله عن قريب.